اللي انت قلته ده هو اللي وداك انك انت تنسحب من قدام الاهلي والدنيا كلها كانت مجتمعه عليك، ومن بعدها الناس اتقسمت عليك. مظبوط يا سلام. ومن بعدها انت رحت للهوايه مش عارف ترجع. مظبوط يا سلام. في حاجه يا سلام اسمها كراتشر او الثقافه. النادي الاهلي يا سلام مجلس ادارته له شخصيه هتلاقيها موجوده ايام صلاح سليم الله يرحمه. صح. ايام حسن حمدي. ما بتتغيرش. برافو عليك. احنا عندنا الحته دي على فكره يا جماعه، انا والله الزمالك ده في دمي عشان الناس هيفتكروا لي اهلاوي خالص. بتتكلم في الاداره. انا بدي مثل القريب للشعب المصري، انا ما لهمش اداره برشلونه ولا اداره ريال مدريد، اقول لهم الاداره. واما الاقي النهارده ناس انا ايدي بيضاء عليهم كلهم، الاقي النهارده يا استاذ مصر شوف الاستاذ كابتن الخطيب جاب الناس رموز النادي الاهلي بدون ذكر اسامي، وكان بعضهم يعاني من ازمات ماليه وتم سجنهم في قضايا بدون ذكر اسامي. واحد واثنين. لكن الراجل من احترامه واخلاقه، احترامه يا سلام كرمهم كرمهم. فما بالك محمد الماوي اللي هو النهارده بيدي مالين النادي وتحت زعم غرامه وهميه تم تبريدنا منها في البورصه عشان استحوذت على شركه من رجل اعمال كويتي. الكويت كلهم يعني حبايبي وده. وتم ظلمي وتنكيل بيا ومصر كلها عارفه القصه دي يعني. قصه وداني انا شاهد معروفه. واديتك احكام البراءات واديتك البلطجيه اللي محامي يعني من بين السلم جابهم عملوا اسامه هذه مهضروم عشان يشتكوني في مصر كلها قاعدين في حوالي. وما مش عيب على فكره في ناس شرفاء قاعدين في حوالي. انا بكلمك بقى نشوف المستوى الاجتماعي المفروض يبقى مين في ظهرك يا سلام. انت برضه مش مدرك حجم النار. صح يا سلام. مثلا امي اللي هي اعز انسان ليا في الدنيا ليا حياتي، وانا اول مره اطلع في لايف يعني كامل بعد وفاتها، ماتت بفعل جلطه في المخ، وده يعني اوريك شهادته عشان الظلم. الظلم اللي هي ما استحملتش او ما صورتش يعني دي كانت ذوبها في فنجان. وبعد كده خلي بالك انت تتكلم بقوه، لان صدر احكام براءه. مش احكام ايه؟ مش احكام اصلا. هم يا جماعه قال لك ده وهم. انا هستغل فرصتك انت اخويا واقف جنبي ومعايا اهو جنبي انا قاعد جنبي. يا جماعه البورصه دي هوريك انا لما اخلص فيديو كده لسميح ساويرس تم اتهامه في قضايا تلاعب في بورصه. قال لك لو ما افصحش عن نسبه كامله ونقصها 2%، والراجل طلع قال لك ورحت المحكمة ودخلت القفص وده وتصالحنا مع الهيئة بعد كده هيئة سوق المال. فهم اتهمونا لنا معايا ومعايا بعض اصحابي اشتروا. جه القاضي في حكم ان قال لك مفيش حد ولا اشترى ولا راجل اشترى وافصح وراجل رقم واحد في الشركة. ايوه الافصاح ده بيجب اي نية سيئة. اللي هي الشفافية. النادي الزمالك يا زعيم مصر ما لقاش في حاجة في محمد الماوي الا القصة الحقيرة دي. المفروض يبقى حسين نبيب ده في ظهري، المفروض يبقى الاستاذ حسين المندوب في ظهري، وهشام نصر واحمد بيه سنان الوحيد اللي كان يمكن بيتواصل معايا. شهاده لله والله، شهاده لله بيتواصل معايا وكان راجل يعني بقول لك حاجه ربنا الصراحه. وهاني برضه نفسه عارف يقول لي يا عم ده كلام فاضي، بورس دي ما احنا كلنا عندنا. هل يا سلام ناصر الكلام اللي بقوله لك ده سر ولا انت حضرتك شفته بعينك وعارف؟ شفته. انت فاهم ازاي؟ يعني انا عزي عليا يا سلام ناصر باهل بيتي يعني ظلم ما بيجي من نور الكربه بيبقى شد شويه. فمش ممكن النهارده تقلق ولما تقال الموضوع. انت تعرف انا والدتي توفت، احمد كابتن احمد سليمان عزاني من الزمالك مجلس اداره الاهلي كله ما عدا يعني كابتن خطيب جايز ما كانش يعرف طارق بيه عنديل، كل الناس عزوني على فكره. انت عارف طبعا كابتن طارق عنديل. اه طبعا. ويمكن يعني كلهم افاضل. افاضل انا والله ما بفتكر مين ومين منهم يعني. مجلس اداره الزمالك ولا واحد عزاني من الحليب والله العظيم. هل عشان انت نزلت انتخابات طبعا انتشار هشام ابراهيم جالي؟ لا هو ده برضه ده جنون. انا بسال انا خدت انتخابات خدت 6000 صوت منهم 3 باطلين في اسبوع يا راجل. انتخابات يعني مثلا عملت ادوهم درس معين 6000 صوت وفي فكر خالص في حاجه فكره هم عارفين يعملوا حاجه في النادي ده. انا محصور والله انا حزين. اصل انت عندك واحد اسمه خالد رفعت، انسى محمد الماوي، راجل فكره محترم وعنده فكر وعنده فيجن وعنده رؤيه وادى فايل قد كده لحسين نبيل. انا على فكره يا استاذ ناصر كلامي ده وانت عارفني من صغري يعني ايه هيزعل البعض شويه هيجيب لك مشاكل، بس انا صريح وبنتقد الصالح العام على فكره. انت بتنتقد وانت بس وانت معايا من 22 دقيقه الدليل على ان اللي انت بتقول عليه الفكر المتراجع. ما فيش صفقه بيتم الاعلان عنها غير تلاقي فورا الانديه بتكذبها. يعني اخر حاجه من نص ساعه اسامه جلال يقترب من الزمالك، بيراميدز قال لك عقده 3 سنين ولن نبيعه للزمالك. تمام. صديق اوجولا في السيراميكا وده طلب رئيسي للراجل جوميز. ما فيش 48 ساعة الناس في سيراميكا وعلى مسؤوليتي قال لك احنا بايعينه البيراميدز وهيدونا فلوس وهيدونا فخر لقاي ومعاه بوبو ومعاه يوسف أسامة نبيه. احمد ياسر ريان تاني يوم البنك الاهلي يتعاقد مع احمد ياسر ريان. انا بس قبل ما انسى
كل اعضاء مجلس الاداره في الزمالك السابقه الدكتور كمال درويش، اللي هو عماد عبد العزيز، المستشار هشام ابراهيم، الدكتور حسين السامي المحترم، كلهم الدكتور اسماعيل سليم، كلهم جودي العزاء واتصلوا بيا. شوف يعني ناس يعني قربها مني ازاي. المجلس يا استاذ محمد ناصر لم اسيء اليوم بشيء على الاطلاق، على الاطلاق. انتوا شفتيه طلعت هاجمت في الاعلام ده موقف مخزي، وتلاقوا عارفين يعني عارف التنحر وكده والتنمر. لا لا لا، في حاجه غلط. النفوذ دي لازم الناس تكشف عليها نفسيا قبل ما تقدموا الانتخابات. صدقني والله، صدقني بجد، يعني انا بكلمك كلام وانا يعني اتحمل مسؤوليته. في حاجه غلط. ايه هي؟ ما انا ما اقعدش اشغل بالي اصلا. يعني ولك انت فتحت السيره. هل 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 انت شايف ان الكابتن حسين لبيب له موقف شخصي مفاجئ منك محيرك؟ يا فندم هو ضعيف، هو سوري يعني شخصيته ما بيقدرش ياخد قرار. كمال درويش كان قرار، مستشار جابر ابراهيم كان قرار، كابتن حماده امام قرار، مرتضى منصور قرار، هو ما بيقدرش ياخد قرار خالص. كلمه هنا كلمه هنا، مفيش حاجه خالص، مفيش بينه وبينه اي حاجه على الاطلاق. ده ايام الانتخابات جه حضني وبسني ومش عارف ايه، هو عاتبني مره في التليفون قلت له قائمه ايه موحده؟ ده لسه عارفين بعض من اول امبارح. قائمه ايه اصلا الناس دي اعرفها منين؟ انا بقالي في النادي من سنه 82، سيادتك مدرك يعني 82؟ عدى عليا كابتن حسن حلمي، كابتن حسن عامر، حسن ابو الفتوح، نور الداني، جاري ابراهيم، سيادتك معايا؟ هاتهم كده تاني؟ حسن حلمي، حسن عامر، نور الداني، والله العظيم ما شفت الناس دي خالص. اوعى تفتكر انا يعني مشتهي كرسي، والله ولا يلزمني ولا ليا في العلاقه دي خالص. هم الناس دي بتوع شوينج، الناس كلهم ما حدش كان يعرفهم بقى ومشهورين. صراحه انا مجلاتي انا فوربس وكل المجلات العالميه بتبقى صورتي متصدرها كده في وقت من الاوقات في اسهاماتي، وقلت لهم على حاجات. هو كابتن حسين لبيب انا بقول لك رسالته دي اكرام منه لحامي الماو ده على كلامه، حد كرييتيف، حد جنرال، فما تستفيدوا بفكره. يا استاذ خالد رفعت تستفيد منه. مين اللي دلوقتي عندك تمانية موارد؟ محمد الكابتن محمد الكريمي باحترامي الشديد ليه. هو تمانية موارد اجيب رجل عماله واثنين رجل عماله اكلمهم اقول لهم انهم اتبرعوا للزمالك؟ لا لا لا، الفكر. واسوء حاجه يا سعد ناصر، تمانية بني ادم مش فاهم ومش عايز تتعلم، دي مش مصيبه السوداء. لو انت فاهم او مش فاهم ممكن تتعلم، لكن انت راجل النهارده قافل الباب وعامل نفسك كده وكلمه توديه وكلمه تجيب بس. فهو وانا عارف طبعا مين اللي بيعزم. واكتر مجلس خد قروض في تاريخ الزمالك يا سعد ناصر في موضوع شخصي ما احد المقربين من الكابتن حسين لبيب، هو كابتن حسين لبيب يظنون ان انا قربي منهم هفتح هذا الموضوع، الموضوع اتقفل. بالعكس هم بغبائهم ده بيفتحوه. موضوع شخصي يعني حاجه، واحد كان في البورصه يعني بيتداول بحاجه بسيطه، احتاج يعني فيلا معينه في اديتها له، وهو قريب من حسين لبيب. فجاه كده ما دي ذريعه ان هم عشان الموضوع يعني ما يتفتحش بيعارض محمد النبي. ويسال بقى بعدين بقى هشام ابراهيم او اللي هو عمال بيحكوا لك عشان ما تقولش انا بدعي هذا الموقف. وموضوع معروف يعني في النادي كله ومثبت، والدكتور عزيز سامي كان موجود فيه، واحمد بيه سليمان كان موجود، والكابتن احمد سليمان ربنا يشفيه راجل محترم. انا مش بتكلم في امور شخصيه، انا بكلمك النادي دي، الناس دي انا ليا ايدي بيضاء عليهم، المفروض هم احرص الناس اللي هم جمعوا رموز النادي، مش هيقعدوا يشوهونا بالباطل. ما يا كابتن عزيز ما هو في اتعلم حاجه في الزمن. انت عندك 72 سنه وانا عندي 50، المنطق والعالي يقول والحكمه انت انت تنصحني. لو في واحد ملطوط او على راسه بطحه مش هيقعد يكلمك على مدار سنه يقول لك انت بترد الخزعبلات وهلاوس، اللي هي فعلا هلاوس في دماغك او في دماغ البعض، او انتوا عاملين حاجه غلط معايا عايزين تعتموا عليها وظنا منكم ليه هتموت. بس هو بتصرفاتكم دي هتفتح يعني. فهم بيحاربوني بشكل عنيف يعني حتى في شغلي يعني. والله العظيم انا بقول لك كلام قولا واحدا يعني. يعني مجلس في شغلك؟ طبعا والله. يعني عايز اقول لك يعني انت عارف انا شركات الاوراق البورصه بيبقى في فريقين، يعني انا راجل عندي مثلا حصه وفي الجماعه الخارجيه عندهم حصه. للاسف الشديد عملوا تحالف مع الجماعه التانيين. شوف وسط الامور ليه يعني. فيعني يعني حاجه غريبه شويه. انا مش جاي عشان اتكلم في القصص دي، بس انا نفسي الزمالك يبقى حاجه تفرحني مره. عارف انت من كتر الحزن يعني خلاص كل النادي منهار. اوعى تقول لي الكونفدراليه دي لو جبنا يعني نادي وادي دجله هيلعب يكسبها. مفيش، مع احترامي وادي دجله يعني بكلمك بجد والله. يعني قصدي كانت مستوى الفرق ضعيف. شوف عملنا ايه في الدوري، بص على الدوري اللي هي المنافسه الرسميه، شوف الاداء النادي ايه. كاس مصر نخسر من طلائع الجيش ما نوصلش الكاس تفرح بيه الجماهير. سيبك من احنا ناس ناضجه يعني، البطوله خساره بطوله مش هتفرحنا، بس في ملايين المشجعين صح بالنسبه لهم دي حياتهم.
يفرحوهم. طيب لو عايز اخد منك كلمة أخيرة. قول يا غالي. ده أنت كلمة أخيرة توجهها للمجلس، وأنت يعني أحد الزملكاوية اللي النهاردة يعني فاجأتني يمكن في هذا الحوار، يعني يبدو أن أنت عندك مرارة كبيرة. والله يا أستاذ أنا والله أنت عشان أنا بحبك فأنت أنا لا أعرف أذوق الكلام، وأنا تلقائي جدا وبتأسف لكل حبايبي ويعني وأعضاء النادي المخلصين وجماهير النادي، وانا لمست حبهم ليا عن قرب لما بنزل اتمشى في النادي هوريك الفيديوهات الاف الاعضاء للناس. حب ده القلب من القلب يا صنات. صح. انا يا صنات كنت كابتن النادي من الناشئين ومثلت النادي وبطلت في سن بدري عشان انا عندي بيزنس بتاعي في تنس الطاوله. اه طبعا يعني، وابني مزروع في النادي كل حاجه. لما الاقي في عداء انت مش فاهم اسبابه، انا بقول لك والله العظيم اقسم لك بالله يا استاذ مرتضى ما عمل 1 في المليار الناس دي عملوه خالص. هو الراجل بيتكلم بطبيعته وكذا، انا ما بحبش الاسلوب ده فاتصدمنا من بعض. انا راجل يعني بحترم نفسي، وانا راجل في شغلي بدير يعني مئات الموظفين، فكان في ليميت معين، فهو خلاص هو راجل بقى في حاله وانا في حاله. لكن الناس دي عداء مستمر بدون اي يعني حاجه خالص على الاطلاق يعني. مفاجأة بصراحة. ومين كان في اللجنة اللي هم كانوا موجودين فيها، مين كان شايلهم يا صنص؟ يا صفوت بيقول لك تقصد مين؟ وضح. يقصد الكابتن حسين لبيب، قاله أكتر من مرة بس يبدو إنك أنت لسه داخل معانا. قال إن الكابتن حسين لبيب هو بيستعجب إن هو يعني ساعده كثيرا، ولكن بيكن له عداء شخصي، وقال للناس في النادي اتصلوا به التنس الأرضي لكي يساعدهم ويتبرع لإصلاح الملاعب، وبعد ما وافق على التبرع الكابتن حسين لبيب منع التعامل معاه حتى من باب التبرع لصالح نادي الزمالك. الله ينور عليك. انت على فكره بس عشان حد لسه داخل، انت عندك ميزه، انت اللغه العربيه عندك من صغرك يعني قويه جدا، فانت بتعرف تصيغ الكلام. يعني ان واحد طرقوا عليه الباب قالوا له ساعدنا، قال حاضر، فالراجل قال احنا لا ما ده لا، مع ان الكابتن حسين لبيب واخد فلوس من الناس كلها بتساعده، يعني ده مشروع يعني. ما هو ده اللي بيقولوه. لا وعايز اقول لك على حاجه برضه عشان الناس تفهم كلام صح، الكابتن حسين لبيب استفادته مني ما كانتش شخصيه ليه، هو كمان من بعض المقربين منه استفادوا، وانا مش هاخد في الموضوع ده. الموضوع ده قريت فيه فتحه وكابتن احمد سليمان وحسين بيه السمري حلفوني على مصر مش هتكلم فيه وخلاص، بس هو يعني بعض المقربين استفادوا من قربه ليه. هو لما خد للنادي انا حتى التحويلات اللي انا عملتها ليا وقته في اللجنه الاولى، انا بكلمك عن اللجنه الاولى اللي هو كان فيها رئيس النادي، انا عارف التحويلات بتاعت اللجنه الاولى. كان اياميها كان يعني دخل في 3 مليون للنادي حقيقة ربنا، يعني المفروض اسعار النادي يبقى فيه في اي تكريم كلمه شكر. لا 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 خالص، ده هم عاملين كده. طيب عندي برضه مفاجاه، يعني انا عرفت انك انت ارسلت انك انت وما كنتش حابب تعلن ده، انك انت ارسلت لمجلس اداره نادي الزمالك رسميا مزبوط. انك انت في تبرعات انت تبرعت بيها على سبيل هبه لا ترد وحاجات تانية على سبيل الدين. طبعا بعت لمجلس اداره نادي الزمالك، قلت انك انت عايز تطلع من المديونيه 1,000,000 جنيه لاسره الضحيه الشهيد السيد الشبكي ضحيه احمد فتوح. ووجهت نداء اني عايزين نحافظ على احمد فتوح وفي نفس الوقت نعوض الاسره، وطلبت 1,000,000 جنيه من مستحقاتك تروح ليهم. ايه اللي تم في الموضوع ده؟ بص يا سيدي، الموضوع ده عشان بس ايه الناس الموضوع ده بالظبط. انا في فلوس زي مثلا ملاعب الكوره كان الكشافات والنجيله بايظه خالص، كان الكابتن طارق يحيى بيتصل بيا يقول لي مثلا في اداري او في حد من النشاط هيجي مثلا هياخد 200 هياخد 500 بندفع الفلوس دي 200,000 كان 500 ده فلوس او السباحه في المرتبات دي كانت المفروض بتطلع من بره النادي بتطلع بشكل شخصي، فدي تعتبر لا ترد هبه يعني او تبرعات. ودي يعني يعني في ملاعب بايظه في الناشئين طلب منك مصباح انت عملت ده تبرعا تبرعا لا يرد، والسباحه ومرتبات المدربين في السباحه والعمال كله ده تبرع لا يرد. طبعا طبعا الفلوس اللي دخلت النادي منهم كان تجديد لاوباما او مقدم عادي لاوباما مره او حاجه زي كده بيجددوه كله ده يرد. لا لا دي فلوس اتبرعت يعني تحولات. بص بص انت عشان بس الناس كارد ده كارد كارد يا سلام. يبقى كل ما طلب منك من مساهمه في اصلاح ملاعب
او انشاءات ده كان تبرع منك لا يرد. مظبوط. ولكن اقترضوا منك في بعض الاوقات مقدم التجديد لاوباما. الله ينور عليك. تمام. مقدم التجديد لاوباما. كان في المجلس بتاع 21 على فكره، ودي تم تحويلها من بنك لتو بنك يعني. يعني من حسابي لحساب النادي. وده قرض يعني. فقلت له انا عايز من فلوسي. فاكر الرقم؟ بقول لك 3 مليون جنيه عدوا. 3 مليون جنيه ضمن مقدم عقد اوباما. في 2021 دي كانت لجنه مؤقته. ايوه كان طبعا مليون في 500 في مليون في نص. الاجمالي 3 3 مليون. ده قرض انت ليك الفلوس دي عند نادي الزمالك. طبعا مثبته يعني مش محتاجه. تمام. وانا ما طلبتهاش يعني. قلت له وجه مليون جنيه من الثلاثه الجايين ده القصه دي. ولو مليون ده مش جاهز انا هدفع نص مليون لاسره المتوفي ونص مليون للنادي. طيب يبقى اسمع لي انت كان انا برضه اختلط بيا الامر. يعني انت بعت قلت يا جماعه انتوا مقترضين مني غير اللي تبرعت بيه 3 مليون جنيه لما كنتوا بتجددوا لاوباما. تمام. فخدوا من ال 3 مليون مليون لاسره الشهيد. مزبوط. السيد الشبكي. مزبوط. ولو مش معاكم المليون كاش طلعوا 500. تمام. وانا هبعت 500 كاش. الله ينور عليك. ردوا قالوا ايه بقى؟ والله لحد الان مستني الرد والله. انا بعت له والله وليك على مفاجاه. على مفاجاه. احنا في مراسي جنبك هم بالامس كانت قاعده عاصفه. هي القاعده الثالثه لان في قاعدتين فشلوا مع الحاج سمير اللي هو الاب الروحي لاحمد فتوح. على فكره بالمناسبه هو مش خال احمد فتوح، طلع الاب الروحي لاحمد فتوح. يعني حد يعني زي اخوه الكبير. مظبوط. القاعده الثالثه لان القاعدتين فشلوا وفي تدخلات كبيره من الناس كانت لانهاء الامر. وان المفاجاه الثانيه ان المجلس بعت للحاج سمير قال له اشرف عبد العزيز المحامي. حسين لبيب اهو. ما انا اقول لك على حسين لبيب اهو. ما احفاده صورته جميله شايفها. اهو رقمه اهو. بعت له واخر حاجه بعد ما بعت له اهو. يا جماعه اهو ده هو الايصال اللي هو بتاع الفلوس اهو ومبعوث. ارجو التبرع بمليون جنيه لاسره الشهيد السيد الشبكي، وان لم يكن معكم سارسل لكم 500,000 كاش و500 من مستحقات لدى النادي في محاوله لانهاء الازمه. وادي يا جماعه ايصال من ايصالات التحويل بتاعه الفلوس اللي كانت بتقدم اقتراض اهي. والله يا استاذ عبد الناصر انا عز عليا يعني وصعب على نفسي. لا اصل الموضوع ده خلي بالك في ازمه في الموضوع ده. بعتوا للحاج سمير قالوا له لاشرف عبد العزيز ولا مرتضى يترفعوا. واللي هيترفع كمال شعيب والمحامي احمد عاشور. وابعده واشرف عبد العزيز. انا جبت لهم محامي ممكن تخليهم. اقول لك وليك انت بيبعدوك بالتبرع مليون جنيه في حين انهم هم ما عملوش حاجه. على فكره بس انا هكلمك بكره لو انت سيادتك وقتك يسمح خليك تكلم استاذ القانون الجنائي وراجل من اكبر محامين في مصر الدكتور كامل مصطفى سيد احمد. على فكره عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، بس القصه دي انت يعني شاطر فيها هتفهمها. في واحد كان شغال مع فريد الديب. بيخش شفته انت؟ عارفه. طب بدون ذكر اسامي بس. بيخش المحاكم بيصير عربيات وبودي جاردات. هو احمد فتوح. طلب الاستاذ مرتضى بالاسم. ما انا عايز اقول لك على حاجه. انا بقول لك فوجئ وبيقولوا للحاج سمير لا اشرف اللي راح ولا مرتضى. فحتى المستشار مرتضى قال انا تحت امر احمد ويبلغني سمير وما عنديش مشكله. على فكره احمد يوم الحادثه كنت انا هنا على طول، فرحت له الصبح الصبح وشفت المنظر جوه الاسم يعني. طبعا انا رحت زرته. رحت زرته طبعا كان في حاله انهيار. بعد كده الاستاذ مرتضى راح له 10 دقايق. بس انت اول مره تقول لي معلومه جديده على فكره. لسه اول امبارح. والله انا بقول لك ما انا بقول بتقول لي ما ردوش عليا في التبرع بتاع المليون لاهل الشهيد. انا وريتك اهو يعني عشان تقول والراجل اللي طلبه احمد فتوح يترافع قالوا له ما تترفعش. انا بس وريتك ولا لا عشان تبقى عارف انا اخر حاجه في الايصال واضح. اخر حاجه يا استاذ ناصر اقدر اقولها لك، لا اقول لك كلمه ما تكونش يعني بالصدق يعني حضرتك فاهمني؟ يعني كل كلمه وريتها لك، قلت لك كابتن حسين لبيب اتبرع كذا. انا عايز بس قلت لك على حاجه مهمه جدا، جبت لك اكبر استاذ قانون جنائي في مصر والمحامين رفضت. المحامين انا كلمت احمد سليمان قال لي لا اصل احنا مشكله جبنا محامين وهنشوف. الدكتور جمال شعيب على حسب معلوماتي راجل محامي محترف يعني، بس هو متخصص محاكم اداريه اكتر، خلي بالك مجلس دوله.
خلي بالك ده موضوع حساس جدا. خلي بالك بس انا بقول لك معلومه ليك انت يعني. سوء نفسيا نفسيا لما المتهم يطلب اسم طبعا طبعا وبعد كده يروح مرتضى منصور يزوره واشرف عبد العزيز والاثنين قدام الاسم يقولوا الكل يساعد وتيجي انت تطالب باقصاء حد عايز يساعد. ما هو نفس الموضوع. ما هو الرساله طبعًا طبعًا الرساله مفاجاه يا جماعه. انتوا مليون جنيه انت بتقولي ما حدش رد عليك لغايه دلوقتي. والله ما رد وما كلمته. قال لي اصل انا كان عندي وزن وسطى وتعبان. قلت له طب انا بقول لك دي حاجه لله عشان الناس وعشان برضه الراجل في نصابها. انا هبص اقول لك على حاجه بس. الراجل المحامي ده خليه يعمل معاك مداخله. المحامي يا استاذ ناصر لو بقى نجم مش هيبقى محامي. المحامي النجم ده فاضي لو يروح يتصور ويلمع ويعني. لا لا المحامي الشاطر ده ما بيظهرش قاعد شغله حجمه وتخيل يعني ايه يبقى عارف يعني ينقص على مكتبه في مذكراته. اوعى محامي يعمل نفسه نجم يعرف هو الموضوع ايه بايظ. فهم الاستاذ مرتضى واشرف طبعا ناس ادم من الناس اللي موجوده. قلت لهم الدكتور كامل ده راجل يعني محامي كبير جدا يعني مش برضه رفضوا. هو المفروض اكلم كابتن احمد سليمان تاني في القصه دي. اصل ده مستقبل واحد يا استاذ ناصر حتى لو هو اخطا. الخطا مش هيبقى جزاء واعدام. حضرتك فاهم ده لو خد حكم كبير شويه معناه يعني سنه اثنين مستقبله الرياضي اتدمر. يعني ممكن هو عامة اتقيد في القائمة الإفريقية. وأنا أقول لك السر بتاع إيده في القائمة الإفريقية. إن هم عملوا خطأ نفسي رهيب جدا. إنهم هم لما جابوا محمود بنتايك قالوا للإعلام بديل أحمد فتوح. فالولد دمر نفسيا. فعشان كده تم قيده في القائمة الإفريقية عشان يصلحوا الخطأ ده. فانت النهارده بس اللي انا عايز اقوله وده سؤال للكابتن حسين. الولد طلب مرتضى منصور بالاسم وراح له ورحت اقصتوه او قلت له ما ينفعش. اشرف عبد العزيز قلت ما اقصتوه او قلت ما ينفعش. محمد الماوي مليون جنيه علشان البنتين والقصر والاسره ومحاوله للم الشمل وربنا شرع الديه علشان خاطر الناس ما تتبهدلش. دية مسلمة إلى أهله علشان اللي مات مات واللي حي ما يضيعش. ودي رحمة شرع الله. برضي ما ردتوش. طيب عملتوا إيه؟ سؤال وجيه. تعرف أعملوا إيه؟ تعرف أنت؟ لا أنا بقول لك أنا لحد يعني في تخبط في تخبط والله. وأنا بقول لك أنا موضوع وتجزئوا في 17 موضوع مؤلم جدا. أسبوعين ومصير بني آدم بين نادي الرحمن وبين نادي القضاء. على فكره القاضي لو رحيم لازم القضيه يبقى فيها صلح. في القضيه الثانيه بتاعت المخدرات دي اللي هيبقى فيها يعني رحمه وانسانيه القاضي. بس عنده مشكله انك انت لو قارنته بعصام صاصه. عصام صاصه متعاطي لكن ده متعاطي ومتحيز. يعني تعاطى الطب الشرعي التقرير بتاع النيابه العامه مش انا. تعاطى ومعاه جوهر الحشيش. يعني لقيوا معاه حشيش ومتعاطي حشيش. فعايزه محامين زي ما انت قلت. خلي بالك هو الحيازه بقصد التعاطي مش اتجار. فاهم؟ ايوه معلم. لا اقصد ما هو غير ما هو سائق وهو شارب حشيش ومعاه بقصد التعاطي وليس الاتجار. بتخليك اصرار على انه متعاطي. وطبعا دي مشكله كبيره جدا. اهل القانون بيقولوا الموضوع صعب. والله انا يعني عايز يبقى اخف القضايا اخف عشان كده لازم تصالح. اصل هتبقى مصيبه لو مفيش تصالح قبل الجلسه هتبقى مصيبه خلاص. هو يعني هو بص في جلستين فشلوا وده انا بنفرد بيه. جلسه كانت بالامس او اول امس ولم يعلن عن تفاصيل ما تم فيها حتى الان. ودي كانت جلسه مهمه جدا. اكلم جنش بكره. جنش قريب من الاهل المتوفي. ما هو بص ما بين الحاج سمير واخو المتوفي. ايوه ولكن لم نعرف ماذا تم فيها حتى الان. والله يا استاذ ناصر انا بحييك طبعا على انت بتحاول تلقي الضوء للصالح العام. واتمنى يبقى في استجابه اذن صاغيه. العناد بيبقى وحش. هم بياخدوا كلامنا اللي احنا بنهدم في نهدم بس ما هي اصلا مهدومه. يعني احنا لما كنا ننتقد اي سياسات قبل كده احنا لا نهدف الا الخير للنادي يعني. والله المستعان. وانت منورنا في مناسي والله. انت بصيتك الكريم يعني. عامل مشاهدات كويسه دلوقتي ولا لسه؟ طبعا مشاهدات عاليه جدا. يلا ربنا يكرم ان شاء الله. والله انت محبوب يا سعد نصر. انت انسان مجتهد ودايما ربنا يوفقك والله.
تطلع مع رامي السنيدر ولا مش هتطلع؟ لسه بجد والله والله بحب اشوفك معاه جدا. لا ما ما ينفعش كل سنه بتبقى على نسب مشاهده بتبقى على نسب مشاهده والله الحمد لله رب العالمين. انت عندي في رمضان قلت لي هعمل تعويض مليون دولار جاب لك مليون دولار ولا لسه؟ لسه القضيه شغاله. لا ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. نورتني وشرفتني الله يخليك يا سيدي والله ربنا يوفقك يا حبيبي. كمل خلينا نتواصل مع باقي الاخبار حتى